أكيد واحد فرحان برشا رجع لدارهم نجم دار الساحل هي عائلتي الحقيقة ولما اتصلوا بي المسؤولين ما أخرتش حتى دقيقة باش نرجع للفريق متاعي إن شاء الله نجم دار الساحل ديما يلعب على القاب وينافس على المراتب الأولى قاعدين نشوفوا ونتناقشوا مع عديد اللاعبين اللي قادرين يعطيوا الإضافة مع المجموعة اللي موجودة حاليا قاعدين زادة كيف نخدموا على لاعبين شبان اللي هما مستقبل إن شاء الله الفريق هذا الكل إن شاء الله بالجهد الناس الكل سواء طرف فني ولا المسؤولين وعلى رأسهم سيريلا باش نرجعوا إن شاء الله الفريق للألقاب خاصة نقول الألقاب المحلية خاطر في السنتين الأخيرين نجم راد الساحلي فاز بطولة عربية باش نحاولوا ممكن نرجعوا للمنافسة على الألقاب الأفريقية اللي هي باش تخول لنا علاش نرجعوا بطولة عالم كما عملناها في 2013 إن شاء الله.